مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقف المحميد وعائلة الكبير مشروع إحساني عظيم لخدمة الخير والبر في محافظة المحرق. صناعة الوقف الخيري مهنة صعبة تذللها الهمة العالية والنفوس التواقة للخير التي ترجو ذخر الوقف عند من لا يضيع أجر من أحسن عمله. الوقف عمر جديد للواقف، ولم يبق من الصحابة له مقدرة على الوقف إلا أوقف، والوقف أجر دائم لا ينقطع بإذن الله. من هذا المنطلق المبارك جاءت فكرة وقف المحميد وعائلة الكبير ليكون مشروعا إحسانيا خيريا ومعلما حضاريا كبيرا بمحافظة المحرق بمملكة البحرين. تم تشييده على مساحة 5680 مترا مربعا تقريبا، وهو عبارة عن بناية سكنية تضم 5 طوابق وتحتضن 16 شقة للاستخدام الإداري والمكتبي والسكني ومحلات تجارية. وتأتي أهمية هذا الوقف بالمردود الذي يعود من ريعه على العديد من مجالات العمل الخيري والإغاثي، مثل المعونات العلاجية، الزواج الجماعي، الاستثمار الخيري، الإغاثة الإنسانية، المشروعات الدعوية، رعاية الأيتام، دعم الأسر المتعففة، بناء وترميم المساجد، الحقيبة المدرسية، تحفيظ القرآن الكريم، وغيرها من مشاريع الخير والبر. ولا شك أن أمثال هذه الأوقاف الخيرية من فيوضات الخير الربانية على أهل المحرق، لما تميز به أهلها من الكرم والجود وحب العطاء وطيبة القلب وتكافل الاجتماعي وإعانة المحتاج على مر العصور. ولا يسعنا إلا أن نشكر عائلة المحميد وعائلة الكبير اللتين تعدان أصلا من أصول الإنفاق المستمر والعطاء الذي لا ينقطع من قديم، وعلى ما يبذلونه استشعارا للواجب الأخوي وطلبا للرفعة والعلو عند الله في جنات النعيم، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في أموالهم وأرزاقهم وأن يجدوا ثمرة وقفهم في صحتهم وذرياتهم، إنه سميع قريب مجيب. نمد جسور مبنية وكل مدى على النية، وشفنا من فضل ربي ورا وقفية وقفية، وقفنا وقفة الإيمان على المعروف والمعروف.